نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة ليفربول القادمة ضد إبسويتش تاون بالجولة الأولى من الموسم الجديد بافتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز. والقناة ناقلة المباراة وملعب المباراة وحكم اللقاء، حيث تقام وتنطلق مباراة ليفربول القادمة بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إبسويتش تاون يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، وذلك في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر السعودية، والثالثة والنصف توقيت الإمارات، والواحدة والنصف توقيت تونس والجزائر والمغرب وجرينتش. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 وقناة ديما سبورت 2 اتش دي وقناة أرينا سبورت 1 اتش دي وقناة تي ان تي سبورت 1. ويدير اللقاء تحكيميا الحكم الإنجليزي تيم ريبنسون، وتقام المباراة على ملعب بورتمان رود معقل فريق إبسويتش تاون. وتعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتظار، ويستعد ليفربول لمباراته الأولى في موسم 2024-2025، وسيبدأ ليفربول بمواجهة بورتمان رود ضد النادي الصاعد حديثا إبسويتش تاون بالجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز. ويملك المصري محمد صلاح جناح ليفربول الفرصة لتحقيق الرقم القياسي للأهداف المسجلة في المباريات الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يخوض محمد صلاح مبارياته رقم 350 مع ليفربول أمام إبسويتش تاون يوم السبت. صلاح سجل 8 أهداف في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، ويعد رصيد أهدافه الحالي هو الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب ألان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد. وسجل محمد صلاح 6 أهداف في أول 7 مباريات له مع ليفربول في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يسجل في التعادل أمام تشيلسي بأولى جولات الموسم الماضي.